الناس كبار، شاد الناس راه راس من المغرب راه بلاد راه لا حول ولا قوة إلا بالله. وقرار فيه 4 السوايع، قرار نزل مع 7 12 نحبسو. كي غادي نديرو حنا؟ غنتسطاو ونطيرو حنا جنون؟ حنا مواطنين زعما، حنا مغاربة وكنحبو هاد الوطن، راه اللهم إنا هذا منكر. واش الناس هنا بوليداتهم ناس كبار، الناس دابا كي غايديرو؟ عندنا والدينا، عندنا ولادنا على برا، راه ما يمكنش قرار يتحط من 7 ل 12 الليل. السلام عليكم اخواني المغاربه، جيت بحالي بحال كاع الناس نعطي الراي ديالي في هذا القرار اللي خرجت به الحكومه باش تمنع التنقل بين المدن. هذا القرار اللي اتخذ بواحد السرعه ديال البرق، هنا كيبان لك باللي الدوله ولا الحكومه كتعامل مع شعبها بحال شي قاطع، بحال شي بقر، ما كيحترموناش. هاد الحكومه بينات على التبرهيج ديالها ولا مبالات في التسيير. اشنو كتسنى من حكومه فشلات في كاع السياسات، في كاع القطاعات، في كاع التدابير؟ كيفاش بغيتوهم ما يفشلوش في مواجهه هذا الوباء ديال كورونا؟ هذا القرار الانتحاري اللي خداته الحكومه وهاد الكوارث اللي تسبت فيها ولات كتجينا شي حاجه عاديه ولينا حنا كنحشمو نهضروا عليها. قرار مفاجئ هذا اخويا، كان عليهم يعلموا الناس على الاقل واحد 24 ساعه. هادشي كيبين بان الناس ما ضابطين شمورهم. خرجنا هاد البلان هذا ما كاين لا كيره لا والو، وهادو زادوا علينا في الثمن. شنو نقول لك؟ والله الا يشك والله زادوا علينا في الثمن. دابا نتايا يلا جاي دابا شي شهر، دابا خدمت هي دابا شي شهر وطالعين ب 1000 درهم وترجع عاوتاني شحال باش ترجع؟ ترجع ب 600 درهم. شحال كاع يشيط لك؟ تشيط لك 300 درهم اش دير بها؟ شويه غادي يخرجوا يقول لك غادي نفتحوا تحقيق في هذه الكارثه وديك البروباغندا الاعلاميه اللي قهمتونا بها. جيت غير نفكركم في وصل التحقيق ديال الاختلاسات والاختلالات اللي كاينه في مشروع منارة الحسيمة المتوسطي، وفين وصل التحقيق ديال البؤرة ديال لالا ميمونة، وفين وصل بزاف ديال التحقيقات ديال بزاف ديال الكوارث اللي وقعوا في هاد البلاد. وانا بالنسبة ليا كاع التحقيقات في هاد البلاد مجرد ملفات لطمس معالم الجريمة لا غير. اقسم بالله كاين شي ناس الله يلحقني على امي، كاين شي ناس الشوم الا ما لاقيش ميوكل ولادو برك يبقى عليا فلان كي غندخل الدار حليب وليكوش ما عنديش، اقسم من سم الرحمن. بلا ما تحتاجوا تزيدوا تكذبوا علينا، ولا من الصغير للكبير عارف كل شيء. وديك المهزله اللي وقعت البارح ماشي بوحديتها الحكومه اللي كتحمل المسؤوليه ديالها، داك الشيء مساهم فيه حتى الشعب اللي ولا غير حال فمه. فين ما الحكومه كتخرج بشي قرار كنقولوا ايه وكننفذوه، ما كنعارضوا ما والو. في العوض لا تبقى غير غادي وجاري ورا الكيران والترانات والطاكسيات وتركب بالثمن اللي بغاو هما. قول لا انا هاد القرار ما عاجبنيش، ديروا لي شي حل، ولا كلشي مزروب باغي يمشي عيد. اش فيها لواحد العام ما عيدناش؟ كانوا غادي يضحكوا علينا؟ والشعب المغربي يكون ما عيدش هاد العام كان غادي يموت؟ غير قول لي فين غادي نحنا بهاد اللهطه. انا نهار العيد بالنسبه ليا نهار اللي غادي تسقط الفساد من البلاد ويتحاكموا كاع الرؤوس اللي مساهمين فيه. وانا كيبان ليا هذه احسن ظرفيه باش يترفع القرار من ايدي هاد الحكومه ديال البؤس اللي ما شفناش معاها النهار الزين. حكومه طلعت تاكل الكرموس، هبط شكون قالها لك؟ حكومه التناقضات، حكومه خصنا نسافروا باش نشجعوا السياحه الداخليه، حكومه شويه كتقول لك خصنا نسافروا الا للضروره القصوى، حكومه اللي ما عارفاش راسها شنو باغا ولا ياش باغا توصل، حكومه اللي حتى لدابا حنا كشعب ما عارفينهاش لصالح من كتخدم. واش كتخدم لصالح الشعب اللي صوت عليها ولا صحاب الشكاره اللي كيسيروها بالتيليكوموند؟ حكومه القرارات المفاجئه، المسؤول مكسل في دارو حتى كيبان ليه يخرج بقرار ويخلي النص من الشعب مشرد في الزناقي هو وليداتو. حكومه عشوائيه التواصل، ما كيشرحوش للناس شنو واقع في هاد البلاد، ولينا اخبارنا كنسمعوها عاد البراني. هذه شحال قلت ليكم باللي هاد الحكومه بعيده كل البعد باش تسير بلاد، وبعيده على التدابير الصحيه. اش فيها كل غينا كاع هاد العيد؟ ولا قول لي نتوما بغيتو تبيعوا الحواله ديال خونا، ونهار اللي سال خونا عيط ليكم قال ليكم سدوا سديتو. ويلا كان كيبقى فيكم الفلاح ديال بصح كيف كتقولوا عوضوه من الصندوق ديال كورونا كيف ما عوضتوا الشركات والصحفيين. واصلا الفلاح يبيع باش ما باع، عنده الخطيه في هذا العام. واش فكرتوا فيه؟ راه الاغلبيه ما استفدتش من الدعم ديال صندوق كورونا. سبحان الله العظيم ما عندوش واحد الحماس كما الاعياد اللي فاتت،
عاد المرض وهذا فلوس ما كايناش الناس الله يحسن العوان الجميع كساب ولا المواطن فلوس ما كايناش بس 4 شهور ما خدامش باش غنشري هاد الحولي الله يحسن العوان والكساب توا راه محان راه طالع عليه الحولي بالثمن كيبيع فيه بقل الثمن دابا. بالنسبه لواحد الفئه اللي عندها الضيق في الدار ديالها وشاريين الحواله وحاطينهم عند عائلتهم في مدن اخرى وكانوا معولين حتى النهار الاخر عاد غادي يجيبوهم شنو غادي يديروا دابا مساكن غيدبحوهم عن بعد ولا شنو؟ انا والله حتى بلاصتك السي العثماني حتى حشمت كون كنت في بلاصتك كون حطيت الاستقاله ديالي وطلبت من الشعب المغربي المسامحه ومشيت بحالي. حنا عارفين وعاذرينك من الاول اللعب كبير عليك سير صاحبي شوف لك شي حرفه وحده اخرى راه رئيس الحكومه شي حاجه كبير عليك شوف لك شي حاجه اخرى تلاها فيها راه انت راه ما تقدر تسير حتى سوبر مارشي هو الاخر اما باش تسير بلاد راه غير كتكرفص راسك وكتكرفص معاك واحد الناس وحدين اخرين فيهم اللي مريض فيهم اللي عيان فيهم اللي ما عندوش فيهم اللي طالع له الدنيا في راسه فيهم اللي طالع له البلاد كامله في راسه وانت ملي تاخذ شي قرار خصك دير بحساب كاع هاد الطبقات اللي كاينه في المجتمع المغربي حيت الشعب المغربي ما فيهش غير ديك الطبقه اللي كتعيط ليك وكتعطيك الاوامر اللي كتجي كتفرضهم علينا حنا هو الكمامه بالنسبه للمريض فقط القناع الكمامه غير المريض اما الصحيح لا حاجه ليه المواطنين يتموا ما يقلبوا على الكمامات ما يمشيو للصيدليات ما لا مفيد لهم غير باش نكونوا مفاهمين الاخوان وباش نكون واضح معاكم هذا الشيء اللي وصلنا ليه راه ما كيبشرش بالخير انا اللي كيبان ليا اللي هازين وصايقين هاد البلاد غادي نبيها للهويه ديريكت ونزيدكم كيبان ليا كاين شي ايادي خفيه عندها الربح فهاد الشيء اللي كيوقع في المغرب وفي المغاربه وهاد الشيء اللي كاين محال يكون بالصدفه هاد الشيء مفتعل ومن البعيد واخا ما تكونش عايش في المغرب غادي تبان لك العشوائيه في التسيير واش صاحبي المغاربه هل اللي كيبكي برا البلاد هل اللي كيبكي داخل البلاد وهاد الحكومه ما عرفناهاش شنو باغا ولا ايش باغا توصل انت كمسؤول كيفاش غادي يديك النعاس والنص من المغاربه مقلوب في الطرقان بسبب واحد جالس في دارو وما ممزكش للشعب اللي بغى يموت يموت اللي بغى يتحرق يتحرق اللي بغى يتشرد يتشرد ولكن نتوما اللي جات معاكم خرجوا القرارات كيف ما بغيتوا حقروا على هذا الشعب كيف ما بغيتوا لقيتوا شعب ساكت وركبوا برجليكم بجوج وحتى الشعب يستاهل حيت حتى هو مساهم في هذه المهزله ياك شفنا في المظاهرات ديال امريكا بنادم كيسرق المحلات التجاريه كيدير الفوضى كيهرس ولكن ما شفناش واحد امريكي عنده طوموبيله كاريها من شي اجونس وكيركب فيها ولاد بلاده بواحد الثمن باهظ حيت مساكن باغين غير يوصلوا عند وليداتهم يجيبهم في نص الطريق يقريسيهم ويضربهم ويتعدى عليهم ويدي ليهم الفلوس اللي كانوا ناويين يعيدوا بها يخليهم الله كريم نتحداك دور العالم كامل واش تلقى بحال هاد الشعب كاينه هنا يبان ليك باللي الحكومه والشعب خاصها تدوز عليهم الدكاكه وينوض بنادم جديد الا بغينا التغيير في هاد البلاد انا راه ما كنعممش كاينه ناس في هاد البلاد اللي يستاهلوا تضحي من اجلهم اللي يستاهلوا تعطيهم الدم ديالك وكاين شي ناس سامحهم الله اللي تشوفها فيهم حرام وبلا ما تنسى خويا المغربي وخليك عاقل باللي حكومه العثماني سردت المغاربه اللي برا واللي لداخل ودابا غادي نكون وصلت لنهايه هاد الفيديو والتاريخ غادي يبقى شاهد على جرائم هاد الحكومه المحكومه والله يرحمك عليها العربي باطمة راه باقة مهمومة شحال من حاجة في هاد البلاد كنشوفوها بعينينا وكاع مفهومة تهلاو انا مشيت